متتبعي قناة ريحانة بريس، الآن كنتواجدوا بعين عاود ونحاولوا نهضروا مع مصطفى الهاشمي، هو من أحد النزلاء بدار العجازة. للأسف اليوم السي مصطفى الهاشمي غيحاول يطرق لنا على بعض الخروقات اللي هي خطيره جدا، وبعض الناس اللي كينتحلوا الصفات. غندخلوا في هذه الحيتيات كامله مع السي مصطفى. السي مصطفى مرحبا بك. الله يبارك فيك. السي مصطفى، السؤال الاول اللي غادي نعطيك، واش ديك الجمعيه واش كتوفر فيها الادويه اللازمه؟ غنحاول نعطيك سؤال بسؤال. الادويه اللازمه، وغنطلقوا من سيادتكم ومن الناس النزلاء اللي معاك. كاين تما خمسه ديال الناس اللي تيستافدوا من الادويه. انا من جملتهم. ولكن دوك الادويه اللي تيعطيوهم يمكن كاينه اون سيبونسيون مع لا فارماسي تيشريوهم، تتشريوهم الجماعه والجمعيه ولا هادو اللي كاينين. وبعض الخلاص حتى خصك شي دواء ما عندهم خصك انت تشريه من عندك. دونك انت جالس في دار العجازه كما تنقولوا بالدارجه لحليل الرحيم، وغتشري مني غتجيب الفلوس. تشري من عندك. دابا انا عندي مشكل، قال لك الشهر هو عندك الدواء، ولكن الشهر الاخر قرب على راسك. الله اكبر. واخا بالنسبه للملابس، واش كتوفروا تما الملابس؟ واش هاد دار العجازه، لان حنا كنعرفوا دار العجازه كتكون عندها واحد الميزانيه من مجلس البلدي والمحسنين وكل شيء، وبالنظر واش كاين شي كما صرح شي قبيله بان كيجوا اماراتيين وكيجيبوا مساعدات وكيجيبوا كاميوات وكيجيبوا، حاول تعطينا بعض التفاصيل على هاد المساعدات اللي كيجيبوا الاماراتيين ابار المغاربه. الإمارات يجيبوا مساعدات في مناسبات أعياد دينية، هادو تيجيبوا الملابس، وبعض كان تيجيب داك الأمير براسو تيعطي تيضرب واحد بواحد في الشومبري وتعطي ديك البركة. هادو الملابس تيجيو قلت لك في المناسبات ديال الأعياد والدينية. كان تيجي واحد قالت قطعوا علينا حقات واحد المقتصده، قالت واحد الكلمه خايبه غنقولها ما قلتهاش قبيله، قالت لكم ماشي الاماراتيين تموتوا بالجوع. كيفاش؟ تكون ماشي الاماراتيين غتموتوا بالجوع. يعني كون ماشي الاماراتيين نموتوا بالجوع. وحنا فينا في بلاد المغرب. المغرب وكاين سيدنا الله ينصرو. وكاين سيدنا الله ينصرو، وحنا عارفين الاهتمام ديال سيدنا، كنشوفوا سيدنا كيبيع كيبوس المعوقين. كيعنقهم ويبوسهم وكيدير مبادرات خيريه، حنا ماشي كنجاملوا ولا شي حاجه، حنا عندنا شعار واحد الله الوطن الملك. يعني قالت لك كون ما الاماراتيين تموتوا بالجوع. واخا هذيك المساعدات اللي كتجي من الامارات واش كتوصلوا بها كامله؟ اللي راه حتى انا حيت تيجي الشاحنه تجي من اسواق السلام تجي عامره تدخل من هنا وتخرج من جهه الكوزين. كتدخل من الباب وكتخرج من الباب. وباش درت كانوا دوك العمال تينزلوا داك الشيء من الشاحنه، قلت لهم مقتصده لا هذيك ما تنزلوهاش ديري خليها في الكاميو، عيد انت تشري يعني ديالها من ديال النزاله. بالنسبه واش كاين تما، ربما تسؤال حارس شويه، واش كاين مساله الاغتصاب تما؟ اللي سمعتي كاين حاله اغتصاب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دار العجازة وفيها اغتصاب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واش عندكم مساعدة اجتماعية؟ عندنا مساعدة اجتماعية. عندكم طبيب نفساني؟ لا. السؤال مطروح، شنو الدور ديال المساعدة الاجتماعية؟ بحكم انت واعي وقاري وعارف وكنتي في المساعدة الاجتماعية، راه خصك شي وثيقة تمشي تجيبهاك ولا توقف معاك، ولا غتمشي للمستشفى، ماشي المستشفى غير المستوصف خاصها تمشي معاك، ما كاينش داك الشيء. سؤال، واش ملي كيموت شي واحد عندكم تما، واش كيجي طبيب شرعي تيكشف عليه؟ ما عمرني شفته. ما كيجيش طبيب شرعي يكشف عليه سبب الوفاة ديالو؟ يمكن تيسني شهادة الوفاة في المستوصف ويعطيها له. واش
اللي عنده واحد الحالة حرجة او انسان كبير شي يحطوه في عزلة. يحطوه في عزلة. علاش كيحطوه في عزلة؟ باش يمشي باش يسافر. شي كيضحك. تيضحك. باش يموت. باش يموت. صرحتي لي قبيلة واحد الكلمة خطيرة. قلتي لي اللي كيحطوه في العزلة شنو كيعطوه في الماكلة؟ لحقاش دوك اللي كيحطوه في العزلة تيديروا لهم ليكوش. حفاظات تنقصوا لهم من الماكلة باش ما يديروش لي بوزوان ديالهم بزاف باش ما يطرقوش معاهم. لا حول ولا قوة الا العلي العظيم. واحد المريض كان تما يبغى يدو السبيطار، واش دو في لومبيلونس ولا في شي حاجة أخرى؟ مول الموطور. هذاك دو في تريبورتر. مريض هزو في تريبورتو وجا من المتوصف وقالت واحد ثلث ساعة ولا نص ساعة وتوفى. مات. مات. واش مريض تهزو في تريبورتور وتديه والغريب في الأمر نطلقوا واحد النقطة وتحمل مسؤوليتها. أنا بغي نسولك أستاذ الله يسهل عليك، فاش جينا والبارحين تما احنا ماشي كنجاملوا ولا كنطبلوا ولا كنقولوا درنا واحد المبادرة داك الشيء بيننا وبين الله. هذيك السيده اللي كانت كتهضر معايا شكون اللي دارت لي هكا اجي عريسه عامه هذيك؟ ولكن انت حاصفه قالت لي انا المديره. لا المدير كنظن المدير مداو احتياجات خاصه ما كانش حاضر. المدير. المدير هو هذا المدير كنظن كيعاني من واحد الاعاقه احنا ما شفناش وحاولنا نتواصلوا به لكن ما تحتنا فرصه باش نتواصلوا به. والسيده كانت كتهضر معايا وكتقول لي انا هو المديره. واخا واحد السؤال اخر، واش قبيله قلتي كاين موظفين اشباح؟ ما تنشوفوهمش وكيتخلصوا وما كيجيوش. ما تيجيوش حتى تكون شي جمعيه ولا شي حاجه عاد. ومن بينهم هذاك مول تريبورتور اللي دا ياك مول تريبورتور اللي دا الممرض هذاك موظف وكيتخلص صالير شهري وما كيجيش وكيخدم تريبورتور على برا. هذا ماشي غنوجه نداء المسؤولين، على الاقل نداء الناس عين عوده مع كامل احتراماتي الناس عين عوده الناس ماشي مجامله في حقهم طيبين والاخلاق. وسيد الباشا مشكور من المنبر ولا الدرك الملكي، لان الدرك الملكي واحد الحاله غنطرقوا ليها ديال الفيديو اللي فات ديك السيده الاول اللي وصل لتما. والغريب في الامر غنسول واحد السؤال، نتمنى من المشاهدين اول حاجه بعداك هذا الفيديو بارطاجيوه على اقصى حد يبارطاجيوه. علاش؟ باش يوصل الصوت ديال هاد الناس. سي مصطفى في العيد الاضحى شحال كيجيكم من حول حسب الرؤيه ديالك وداكشي اللي كتشوف؟ كما صرحتي قبيله قلتي لي كيجي 14 16 ياك. هذيك راه مويا هذاك هو المعدل. هذاك هو المعدل 14 16 الحولي. كنت حسبت انا ديال حنا الناس اللي كيجيبوهم اجرهم لله، ما غاديش ندخلوا في هذا الحيط لان تيبغوا يبقاو مستورين. كاين بعض الناس شحال انتم من نازل في دار العجازه؟ كاين يمكن 39. 39 نازل في دار العجازه. واخا حنا غنديروا واحد العمليه حسابيه 39 مقسومه على 14 يعني كل ما كاملاش ثلاثة، نديرو حنا ثلاثة في حولي. شنو كيوصلكم من هاد الحولي يا سي مصطفى؟ شنو كتاكلوا منه؟ جاوبني وبصراحة. أنت راجل كبير بصراحة. أنا عارفك المعقول ماشي أمام الكاميرا ولا شي حاجة، جاوبني بصراحة شنو كتاكلوا من حولي؟ ومازال كنذكر المشاهدين 39 نازل و14 حولي، شنو كتاكلوا منه؟ حتى تفوت العيد تناكلوا ذاك بولفاف مثلا نقولوا قطيب. نهضر على نهار العيد. قطيب 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 الواحد الواحد قطيب قطيب الواحد كنعاودها مرة ثانية وثالثة وأسسميح كلح. شحال كتاكلوا قطيب قطيب؟ تيديروا شوية ديال الدوارة. أها. من بعد واحد ثلاث أيام ولا أربع أيام اللحم في الغداء طاجين. طاجين من بعد من بعد ديك ثلاث ايام ما بقى والو.